حبيبي تشترك ولا ما تشترك؟ ولا خلي السيارة تصدمني، ترى مي بحالة ذي، والله اني زعلان ترى، مرة زعلان. المشاهدات عندي أكثر من المشتركين، اشترك زر واحد والله. اصدموني اصدمني اصدمني. لا 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 يلا لا لا. الحين معنا ركان، هو زل وشارك مين. انا زليت. اسمع، هذا تحدي اجباري، بس هي تقول لا، يتحداني تحدي واسوي، اتحدى تحدي وغصبا عني يسوي، ما في لعب. مستحيل تقول لا، مستحيل. طيب ركز مين. طيب بس انا عندي قانون الجميع يعرفه، ترحمني ارحمك، ما ترحمني ورب الكعبه، رب الكعبه تموت. بقول لك شيء، تندم عجل ورب الغص. نبدا نشوف من اللي من اول واحد. انت جاهز؟ مره واحده يلا 3 2 1. اصبر انا قلت لي المفروض اقول حجر رقم قصفين، قلت لي 2 1. تحدي والله شوف ببالي كثير اشياء. مين اكبر واحد؟ انت. يا سلام بالطعمين انت. اجين حجر ورقم قص. السلام عليكم. ابراهيم تراني نحترمك ابراهيم، وانت مدير. تحدي بسيط، ما ادري جاب بالي شيء ودي انك تسويه، يعني تسويه. حطني بالي كثير اشياء، لكن هذا الطف شيء. يعني الطف احسن. ابيك سلم تروح سيب مليان اوادم، في عليك انك تمشي مشية المجانين. لا هسه ركان، اسمعني رايز. لا ركز صدقني، انا الطف تحدي تقدر منطعك انت لها. تم سيب هذا راي مناسب جدا. ركان غيرتك رقد المجانين، ما تصير مجنون توصل لين عندي. زحمه هي بشوفكم امري انا. الله لي يقول الناس قاعده تناظر وتقول ايش الامور الغريب. والله العظيم ما ارحم، والله ما ارحم. والله رايد اقسم بالله شكرا. شكرتني والله شكرا. انت اخترتي الطف تحدي صح؟ صحيح. خذ الالطف مني. ابيك تاخذ عربيه اي شخص، تاخذه وتمشي. اذا حق حبيبي هذا حقتي بيقول لك، يقول حبيبي هذا حقتي يمشي. هذا الطف شيء. قفل انسى انسى. اقسم بالله تسويك. ايه اقول لك شيء، ايش اخدم والله. اختر اي عربيه اختها. ابيك ركز. تم؟ ايه؟ شلون حقك؟ ما في شيء، ما كنا سكرز ومدري وشو؟ شفت اقرب واحدة قلت بسم الله شوف. دراسيس اخر كلام اكيد. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام. والله طيب، والله طيب اقسم بالله حبيبي. اقول شيء تحداني بسرعه. مسوي انك جاهز؟ بسرعه تحداني. الكلام؟ ايه. طيب شوف رايك، انت لها، انت تسويها. انا طحت بواحد حبيبي، حظي طيب حظي حلو، ماني داخل فيه. في كوره هناك. كوره؟ ايه. طيب؟ كوره مو كوره. طيب. خذ الكوره اللي تناسبك حلو؟ ما لعب قدام الناس، ما لعب قدام الناس. ما تلعب قدام الناس. اه وشو؟ تاخذ الكوره اللي تناسبك، تروح تدور لك ناس تلعب معهم. قل لهم والله فريق ناقص ابيك تكملنا. بس اي واحد انت اختاره ولا انا اختاره؟ لا انت اختار. ممتاز. اقول لك شيء، انت اختار واحد وانا بختار واحد، انتهى. بارد يعني وجه. قل له تمرين برا، بنقسم برا التمرين. طيب اسمع، قربوا لي عشان اذا ضربت مع احد ولا شيء تفزعوا لي. ابشر. والله خاف يقول لي كره الظهر طاح وصدع ماني وجه. والله كره الظهر اكيد صح. لا ما عليك الامر. طيب بسم الله نبدا. كيف حالك اخوي؟ طيب ان شاء الله. عندنا تمرين الساعه الحين 2:30 الظهر، فعندنا تمرين الله يعافيك. تلعب معنا ناقصين واحد. ها؟ ايش؟ بتجيب لي حدا يبيع هنا؟ ما نص ساعة تمرين. ولا انا فتيت كرة. فتيت والله؟ طيب ناقصين احنا واحد، ما في احد اي واحد يصير مكانك؟ والله ما في، يا ريت. الله يعافيك. السلام عليكم. عطني بس. كيف حالك؟ اسمع حبيبنا، الساعة 2:30 الظهر الآن. عندنا تمرين كورة يبدأ بعد 10 دقايق. هنا 6:06 تلعب معنا؟ ما عندك مشكلة؟ عندك لياقة؟ لا ما في لياقة. طيب عطني باص خليني اشوف عندك مهارة ولا لا؟ عطني مهارة؟ ما شاء الله هذه ما اسمها والله ما تلعب.
الحمد لله اني قبلتهم روحهم حلوه شوي. في واحد زب بدري بس انه قال لا يطلع يطلع والله مالي خلصنا الكوره صح. هذا تحدي مني. تحدي طول عمره السلامه. مويه تشتري مويه مريالين تعطيها واحد تقول له افتحها، اول ما يفتحها قل روح حاسب وش خلي. فهمت؟ تعال تعال ركض 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 رايد اقسم بالله والله العظيم انت تسوي رايد 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 والله. تاخذ مويه تعطيها الشخص تقول له لا افتحها بالله ما قدرت. اه ايدي ما قدرت. اول ما يفتحها اسحب عليه يقول روح حاسب. بنطق يا عيال بنطق والله. يلا كيف الحال؟ صار طيب. يدي فيها مشكله بس لو تفتح لي المويه. يفتح؟ اي يد يد. امسك دقيقه مويه. خلص انت سوي حساب. سوي حساب. سلام. طيب مين معنا الحين؟ بسم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد السلام عليكم. أحمد اسمعني اسمعني اسمع ركز مني. أنا أدري إنك تعبان وراك شغل. والله إني تعبان والله. طيب اسمع. توي مخلص بث وصوير مقطع وجاي من النادي. أحسن. وما كريت. والله أحسن. أحمد أبي أتحداك تحدي واحد. بس ما تقول لا. لا. يا سلام عليك وأنت كذلك. الحين عبيت صح؟ أنا أتحدى بعد. ولا أقول لا. بس أكبر أتصل أنت خبرني. فلوس وفي فلوس. ها؟ في فلوس في شيء؟ ما في فلوس. ماشي. في تحدي اسمه التحدي الإجباري. ليه طيب ما أبغى. تبي تبدأ أنت ولا أنا؟ أصمل أحمد. أقول شيء. وكان صمل على اثنين اثنين. أصمل أثبت نفسك. زمن. والله العظيم الاثنين اثنين. طيب بس عندي شرط. ها؟ تحدي ما يكون فيه طلعة. هنا. هنا. أصبر. يلا هنا ما هنا. والله. والله بالمقر. بس ترحمني بالتحدي ولا ما هذا عشان أعرف. رايج تعو. الله مطي. والله إنه ما في رأس تحدي بهكر يعني. وإيش تحدي يقول لي؟ طيب عندي لك تحدي بسيط. طفي الكيبل حق النت وتطفي. اسمع 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 وتطفي. ايوه وتطفي الانوار كلها على المقر. العيال يبثون. افصل. هذا تحدي. التحدي ما فيه لا ابدا. طيب واذا جو قالوا بقول انت فصلته. لا تجي تسوي اذا فصلته تجي عندهم تقول ابن امه ابن امه يشغل النت ويشغل. ما اقدر. هاي يبثون والله. والله هذه اصبر. كم مره مقلبوك؟ كم مرة أحرقوك وجروا وطقوا عليك كثير؟ فرحكك. أيوه يا راسك تحمل سطر. والله إني هطل. أحمد والله العظيم ترى هذا شيء بسيط ردا على كثر ما مقلبوك. يا ولد ركاني بث. شف أقولك شيء. أصبر أصبر دقيقة. أستاذ أحمد بسم الله حطني سلاحه. شوف إذا بصلة بس راكان علمني. ها يلا. تعرف من الطفل النت على المقر كامل. وين عشق فصل عليه؟ فصل فصل؟ لا ما فصل. باقي باقي الحين فصل 100%. لا فصل فصل أحمد. أنت الزبد أنا بناء. والله العظيم لو يدخل علي واحد يزعجني زي أمس سعيدة إني قلت بوكس بالغرفة. علمت أحمد النت طريق. إيش فيها؟ أحمد أستاذ يا أخي يا أبوي يستقبلون قاعد أصور قاعد أبث أحمد. أحمد النت والله لا أبصخ سروالك بقران والله. لا لا
شو مسوي لنا؟ شو مسوي لنا انتم؟ مره زعل والله. احمد اسمع قصر الله يا ابو شاي والله العظيم رايتك بيضة. انزل لي تحت. حلو. اول سعودي تقابله تسمع. طيب ما لنا دخل انك تروح عنده شبه. تقول السلام عليكم حبيبي، ودي اقول لك نكته ضحكتني اليوم مره، وقول له نكته بيض واضحك من قلب قدامه. لا احمد يلا يلا اقسم بالله ما غير. يلا اروح له كذا اقول اسمع بقول لك نكته ماما، وقول له نكته واضحك. طيب بدي تفل علي عاد عادي. سعودي ما تروح عند هندي ما ادري ايش قاعد تقول له. سعودي لا اسلوب ولا بد. والله انا قايل لك منه خبير. يلا ايش قاعد تجهز انت؟ ايوه قاعد تجهز. وش ايش اقول له طيب؟ في قهوه عطست قالت بن بعدين اضحك صح؟ اضحك قوه مره. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله عندي نكته عادي قولها. في قهوه عطست قالت بن. ايه بالله حلوة. الله يسعد شكرا. يما والله طبني وتعني كل حقت علي حقت. اخ يا القهر والله العظيم انه قهر يا اخوان. نهاية المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك فعلوا زر التنبيه. الله يعطيكم العافية، أسأل الله العظيم أن يدخلنا جنات النعيم. شكراً.